الوظيفة العمومية وتنسخل فيها كمدير كهيئة مدير كمدير عام كمساعد مدير عام. معناها فهمت سيدي دخل اللي يحب عليه. الخدمة علاقات، كان عنده بك علاقة ها هو اللي قال لك امورك ما عندهم ما يعرفكش تقعد تحت الحيط 100 سنة. أنا ما عنديش مش واصل ما عنديش شكون يقعد ولدي بين يدي مصيره مجهول تو عليه. اليوم بعد 25 جبيلية تونسي متفائل وإلا متشائم؟ لا متفائل، أنا واحد من الناس ثم عمل ثم الخير جاي في اثنين، ثم قدرة ربي إن شاء الله يخلوه يخدم ثم الخير جاي في اثنين. ما بقينا حاجة برك هكا رموز الفساد نتاع قبل ماذا بيه يقضي عليه مديرين عامين على سبيل الذكر. أنا عندي ولدي متخرج تقني سامي هندسة كهربائية قاري في باجة وعامل باك تكنيك في شوات وبعد قرافي اللي جات في باجة ومدير بتاع عملت له زوز عرايض وما سمعنيش وما تلفتليش وناس أخرى نيفو باك وعامل استاذ شهر والاثنين وهو يخدم ما عندوش مستوى. تو كان هو سيد الرئيس كان يعمل حملة فهمت سيدي على فهمت تحقيق يلقى مشترم جلهم يخدموا ما غير شهيد معناه شهيد مصحح. ولدي أنا تقني سامي من المفروض هو الساقي عيطه ويقبله علاش ما يقبلوش؟ هاك قعد لي انا تو من خارج 2015 تو قعد بطال. وحاجه اخرى الديوان الوطني للبريد انا عامل 40 سنه سيرفيس خرجت مصرف مالي وزاد الكونكور نتاع البريد انا ولدي شارك ما عيطولوش ناس اخرى قاعدين يبعثوا لها راهو مازال عندنا جذور نتاع بن علي قبل مازالت عندنا موجوده في البلاد هذه مازالت ناس معناها تمشي بالمحسوبيه ومازالت كذا كذا فهمتي؟ إيه. احنا جينا نضرب لك روحي نفر اولادي وعندي بنيه بطاله ولد بطاله زوج متخرجين. مازالت ناس تمشي بالمحسوبيه كيفاش؟ المحسوبيه لا شنو معناها ما يعيطولوش مش تونسي وجاي من دوله اخرى ما عندوش حق فيها البلاد هذه ولا سي قيس يعمل لنا حل اخر كل عائله خدم منها واحد هذا ثم حل جذري خلي الناس كل نحطين اختانا ما في اسم نعرف رئيس امريكا انا مش ندخل ولدي يخدم في الستاك ولا في البوسطه عليه. هذه هي الزتاحه العقليه هذه الوظيفه العموميه ولا تنسخل فيها كمدير كهيئه مدير كمدير عام كمساعد مدير عام معناها فهمت سيدي دخل اللي يحب عليه خش البنوك زاد الناس معناها تدخل هكاك خاطر عنده فلان هو احنا كان ما قري الناس باي سامحني ولدي انا قاري بجامعه نتاع نيويورك مو قاري في تونس نورمالمون من المفروض ما دام قاري بجامعه تونسيه والدوله التونسيه وشعارها العلم التونسي وعنده روح وطنيه نورمالمون يخدموه علاش ما يخدموش؟ خاطر انا ما عنديش مش واصل ما عنديش شكون يقعد ولدي بين يدي مصيره مجهول تو عليه. ماذا بينا بربي صوتي نوصل حتى رمز السياده خلي خذها بعين الاعتبار يخدم كل عائله منها واحد وزيد قضيه حكايه الستاك وحكايه البوسه ماذا بيا خذ بعد بك لبعيد فما احد الكليات ما غير ما نسميه اغلب الناجحين واغلب الاطارات من نفس اللقب الناس ولا قبل كل شيء جايز الوقت كل شيء جايز ايش حاب تعمل؟ ربي يهدينا نورمالمون احنا 12 مليون حومه في الصين نجي نحبوا خير لبعضنا علاش ثلاثه يخدموا ثلاثه راقدين؟ عليه خاطر هذاك عندها فلان وامه تعرف فلان والاخر يعرف كذا واحنا خاطر ما عندناش شكون اسم مدير عام انا مش نقابله حبلي 100 سنه مش نقابل مدير عام انا هذه العقليه ما تحاش من تونس جذور مع نتاع بن علي حاشاها اما خلى جماعه جذور هو خدم البلاد صحيح لكن اللي عينهم كمديرين عامين وكذا قاعدين ينفذوا تبقوا تو احنا ولينا عبيد عند برشا مديرين عامين تو كمثال على سبيل الذكر بنك شو اسمه هذيك شكون هو جاي من واحد ولدي قاري اكثر منه ولا بنتي عليه ما يخدم ولا في ستاك مثال مدير عام شنو المستوى نتاعو هو على الاقل ما تحقرنيش ابعث لي مراسله قول لي ما عندكش حق في السكور ولا كونحوها السكور احكي على العقليات الفاسده ذي شنو السكور؟ قاري انت قريت وطلعت ولدي مساعد مهندس نورمالمون يخدم في الستاك اجا تو نعملوا فهمت سيدي حمله تو نقوم جلهم داخلين الستاك ما باك باك ما خذوا عام فورماسيون اربع شهور بالفلوس وهكا يخدم في الستاك يسرك لي بالكهرباء النهار الكل وانا ولدي معناه مساعد مهندس قاعد شد الدار قالت انا ما عنديش شكون انا كلم فيك عمك المودي على اعصابي علاش نتمنى نهار سي قيس نقابله فاز فاز ثم حاجات لازم ينظفها اكل العقليات نتاع قبل وقت الناس اللي شبعت بالفلوس على تحت الطاوله لازم يقضي عليها هذه شنو اسم عندك شكون دخل ولدك ما عندكش ما يقعد ولدك عاد ما يقول قال الجامعات علاش يسكروها الجامعات هي انت خذها بنتك ولا ولدك نهار اخر ربي هيك بخير شنو ما يصير اخي تعمل جامعه تقري فيها ويدخلوا فلان وفلتان ولا البنوك فهمت سيدي اشترها يدخلوا فيها وجوا ونصب وقاعد نصب السيفيات وعندي دليل قطع والسوناد وغيره
ومره سكور نتاع ولدي 16 في ستاك 2016 ومعاي تونس ربي قلت 90 99%، وعندي مازالت عندي الاستماره موجوده تو في الدار مخبيها على ميت. شنو معناه؟ خاطر انا ما عنديش شكونه اليوم الخدمه بالمحابات طول في الخدمه علاقات، كان عنده بيك علاقه ها هو اللي قال لك امورك ما عندك ما يعرفكش تقعد تحت الحيط 100 سنه. اه نقول لك صحيح علاقات شالك هالبلاد علاقات، انت ولد فلان والاخر ولد بوه كذا والاخر بوه فلاح يجيب لي الغله ويجيب لي العلالس ويجيب لي والاخر ما عنده شيء اكثر. الرشوه اليوم اخويا اكيد وقت تنحى من تونس رشوه اخويا طول المده تنحى، حب لها وقت معين قداش هو منه سيد الرئيس رمز السياده قداش مش شمس بزوق عليه ما تنحى يسقي يقبل حاح، حب لها مده ما تنحى، حب لها مده طول المده تنحى نحى العقليه ساعه